أحبابي الكرام، في اللغة كما قال اللغويون هو تصريف الحقيقة إلى غيره. السحر هو تصريف الحقيقة إلى غيره. الإنسان ما رتوى في مسحور يتوارش الحواج وتجيبو التني، الحقيقة وتجيبون الحقيقة، في الطاوي النص تغيانت وتجيبون الحقيقة يتوارش الحواج النغني ذي الخيال. صيهم يخيل إلي من سحرهم أنا تسعى. مش طغى موسى عليه الصلاة والسلام يصحانا من دان يكش واضي غاس نفوس من دز ديباني موسى يصحانا ستي الطاوين صحانا ستي الطاوين تنو تجيب الحقيقة يكش واضي دورن دي فغرة يتورى موسى دي فغرة. فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. موسى قلنا لا تخف يقود ميزر السحر أو هذا النبي هذا الرسول يقود باش تسندو سقابو السحر قد يخارق قد حشن دخان غوا السحر واقع إذكار ذي رب العالمين ذي القرآن الكريم رب العالمين ما ميديسك موسى فرعون تغم شهور إنيني تغم شهور فرعون ذي القوم نس مشهور السحر أميديوسا موسى عليه الصلاة والسلام ذي ناضى فرعون شحال دي جمع أن السحراني ألف ساحر يسني لذ الرسول تغي وقن يسني لفرعون ويسخار رقشا إزراء الآية النيدي صفغ موسى إزراء واجبوا السحر منيني لأنه انتظم قرنسل له لكبيركم الذي علمكم السحر. سحرة فرعون يقرصني السحرة من يوم من زيار رب العالمين يجمع زداد ساحر ألف ساحر تحدانت ذي يوم الزينة يجمع زدي ودان مارة باش ذي تحدان هذه غرب موسى بإذن الله تبارك وتعالى الناس موسى بدأت كني ونضاف من غام تفس انضان من غام قال بل ألقوم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلي من سحرهم أما تسعى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. إذا أحبابي الكرام السحر موجود واقع إذكاره ذي رب العالمين ذي القرآن الكريم إذكاره ذي سورة البقرة.